الفترة هو اللي جاية؟ دايما اي مدير فني جديد على اي فرقة او اي منتخب، ولما يكون مثلا اسم كمان كبير زي كابتن حسام كده، فكل الناس متشوقه بقى ان يشوف بقى الورق بتاعك فيه ايه والدنيا فيها ايه وهتعمل ايه. هتطلع نار من بقه. هي دي المشكله. هي الناس فاكره ان هو اول ما يمسك المنتخب بقى نلعب كره التيكي تاكا ومش عارف ايه زي انت مثلا ماتش بوركينا فاسو اول 10 دقائق او اول ثلث ساعه اول ربع ساعه انت جايب جولين. فالناس بقى افتكرت بقى ان انت بقى ايه هتكمل الماتش على نفس السيناريو ده لغايه ما اخلص اكمل بقى زي ما بيقولوا دستة الاجوان اللي هو ايه كابتن حسام خلاص قالنا عليها. لا، في فرقه قدامك ممكن انت مش هقول لك بقى حظك حلو او بتاع، لا انت مثلا تركيزك العالي كله طلعته في اول ربع ساعه اللي هو انت نفذت مثلا زي ما بيقولوا كده، يعني المفروض زي ما بيقولوا كده المفروض توصل لنهايه الكتاب في اخر الماتش، لا انت جبته من اوله فركزت وطلعت كل تركيزك وعملت كل اللي قالك عليه المدير الفني فطلعته في اول 10 دقائق. ممكن العكس زي ما قال الكابتن احمد كده برضو، انت نازل دلوقتي ممكن تكون اتفرجت على ماتش غينيا في فيديوهات مثلا وانت قاعد في المعسكر شايف الفرقه عاديه، ممكن مثلا في لعيبه معلش زي ما قلت برضو المثال كده، في لعيبه ثانيه زي ما قلنا كده وكابتن احمد في لعيبه كبيره شايفه ان هي ممكن مثلا التحضير بتاعها للمباراه مش زي ما هلاعب فرقه كبيره، فالطبيعي ان انا نازل لا هلعب كورتي. هلعب كورتي دي لقيت اتفاجئت ان في فرقه قدامي واقفه هي ما بتعملش حاجه، بس في نفس الوقت الفرق الصغيره دايما لما بتلعب الفرق الكبيره بتستنى غلطه وبتطلع افضل ما عندها، بتطلع ما هي بتطلع اقصى مجهود عنده. خد بالك هو بس ما يقدرش يجري داخل الماتش ده هو شايف انه على ارض وسط جمهوره ولو اخد 3 ده هو مبسوط هو عايز يتعادل برضه، هو بدايه المباراه برضه كان عايز يتعادل مش عايز مش طمعان ان هو يكسب، لانه باين من بدايه المباراه اي فرقه عايز تكسب كان ضغط من اول دقيقه، لكن هو عارف بيلعب منتخب مصر وعارف انه لو فتح خطوطه وبدا يضغط على منتخب مصر الخطوط هتتفتح ومنتخب مصر عنده اللعيبه المهاريه اللي تقدر تجيب في وقت. واحنا بنحلم اكبر امكانياتنا يا كابتن احمد. طبعا ده اكيد احنا بنحلم بقالنا سنين كده. لا احنا طول عمرنا لا يعني لا يعني انا بكلمك من بعد كاس العالم. لا بص انا هقول لك من امتى، من بعد جيل كابتن حسن شحاته ده كان معانا جيل كنا بنحلم معاه ان احنا نوصل في حتت كتيره جدا في كاس العالم، بس حظنا وحش ما وصلناش كاس العالم. فاحنا اخر رؤيه فاكرينها او اخر متعه كرويه شفناها للمنتخب الفتره دي 2006 و2008 و2010 كوره مفتوحه كوره ومكسب اي منتخب في افريقيا الكاميرون نيجيريا لاي اسم غانا اي اسم كنت بتروح تديهم 3-4. فاحنا مشكلتنا ان احنا لسه عنينا رايحه للقصه دي، لسه عنينا شايف اللعيبه دي ابو تريكه وحسني عبد رب واحمد حسن ونجوء عماد متعب، كل ما اقول واحد من دول لو في 2-3 من دول دلوقتي مع المنتخب ده ليه يا كابتن؟ معلش انا شايف انه لا يعني 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 في ظلم للعيبه دي للجيل ده، يعني محمد صلاح معاك ماشي معاك تريزيجيه امام عاشور في لعيبه كويسه طبعا زيزو محمد عبد المنعم ماشي معاك فتوح بص هو هرموني هرموني هتقولها الشناوي يعني الهرموني مع جيل كابتن حسن شحاته كان في حاجه مهمه جدا معظمهم كانوا طالعين من منتخب الناشئين مع بعض، ففي انك انت تفهم اللعيب دي حاجه مهمه جدا، قعدت معاه فترات طويله في الملعب دي حاجه مهمه جدا، لكن معظم اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي يعني مثلا نقعد نفكر كده مع بعض زيزو لعب امتى جنب امام عاشور حاجات كده معينه محتاجه وقت شويه. المغرب اللي راح كاس عالم الاخراني وجاب مركز رابع وصل المربع ده اول منتخب افريقي يوصل المربع ده اكيد لا تربى مع بعضه ولا لعب منتخب ناشئين مع بعضه، كل واحد فيهم طلع في دوله وتاسس في نادي مختلف. دي ما بتحصلش مره غير كل 30 40 سنه، زي فتره من فترات الدنمارك منتخب الدنمارك كان بيلعب في بطوله اوروبا كان فرقه هو اصلا ما كانش واصل ما كانش متاهل ما خرج بره الصوت. دي بتحصل كده يعني منتخب المغرب لو لعب كاس عالم ورا بعض 3-4 كان مش هيوصل كده خالص. هي بتيجي كده مره التوفيق بيبقى معاك تمشي معاك كده بطريقه معينه ما تعرفش ايه سببها. انا قلتها في مره من المرات برضو قلتها ان هي في مدير فني ممكن يجي ما بقاش فنيا واو بس عنده حته النفسيه وبيعرف يتعامل نفسيا قوي التوفيق معاه مع اللعيبه بيعرف يطلع الدوافع المغرب خرج من الكاس ويزودها لغايه ما يوصل رابع كاس خرج من الدور الاولاني احنا خرجنا برضه يا كابتن لا معلش هم هنتكلم على رابع كاس عالم رابع كاس عالم ده يعني لما لا رابع كاس عالم لا هو بيتكلم ان هي دي بطوله قريبه انت بتتكلم في بطوله قريبه ياخد البطوله ده المغرب بياخد البطوله ايوه صح انا افهم برضه شويه يعني
ان هم يكون في كاس عالم وكسبان اسبانيا والبرتغال ووصل مربع ذهبي وبتاع واجي العب في افريقيا. أيوة. ممكن شويه تبقى شفت يعني بقى التركيز يعني قليل ولا يعني شفت معايا حاجه تانية. الجو كمان اللعيبه كلهم محترفين. بس انت حاله المغرب فرحتك ولا ما فرحتكش اللي هي لما وصل كاس عالم؟ طبعا كلنا طبعا يعني انا شفت ان المصريين وهم بيتفرجوا على منتخب المغرب كانوا بيشجعوا منتخبهم. اكيد طبعا. فاهم قصدي؟ حاجه طبعا كبيره جدا. وده برضو حاجه يعني من كتر ما الناس نفسها تشوف منتخبها كده. هو احنا بنحلم مره تانية اكتر من امكانياتنا. هو الجيل ده هو كابتن حسام ما قدروش يرجعوا لنا النسخه بتاعه منتخب مصر اللي شفناها مع جواري في 90 واللي شفناها مع جواري في 98 وشفناها مع حسن شحاته في 6 و8 و10. ده احتمال بعيد يعني ما نفكرش فيه عشان ما نزعلش ولا نقدر قبل 26 يبقى عندنا ما بين الجيل اللي مع كابتن حسام والجيل اللي هيكبر مع روجيرو ميكالي كمان 3 4 شهور يبقى عندنا المنتخب اللي يروح كاس عالم ان شاء الله يعمل. هي المشكله كلها برضو انا عايز اقول برضو يعني نقطه برضو مهمه حته التوليفه زي ما بنقول كده. عايزه مدير فني يقدر ينزل عندك حسن. لا ما مش قصه مش قصه حسام حسن. انا مع احترامي الكامل للكابتن حسام حسن برضو يعني القصه كلها مش قصه حسام حسن بس. قصه ان انت ممكن مثلا كان يعني انا راجل مقتنع ان مثلا المنتخب قبل بطوله افريقيا مع فيتوريا كان ماشي كويس وكان عامل اداء الى حد ما بيج ارقام وعامل بقول لك عامل اداء. شوف انا بتكلم على اداء اللي هو يمتعك شويه فيطمنك فيديك احساس ان انت خلى الناس كلها رايحين هم افريقيا ايه هناخد البطوله ونرجع فجاه لقيت نفسك بتخرج من الدور الاول او الدور الثاني ايا كان خلاص وفجاه انت الدنيا ظلمت قدامك. طيب ماشي انا برجع اقول برضو المدير الفني اللي يقدر يعمل لي اداء يوصلني. انت كنت مع ان فيتوريا يكمل بعد امم افريقيا يعني لو هتقول لي اقول يكمل الناس كلها تعترض على كلامه ولا كلام بتاعي اقول لك يكمل. بص انا لا يعني من فيتوريا او غير فيتوريا حسام حسن كاسم حسام حسن نجم كبير للكره المصريه في وسط الاسامي اللي كنت مع فيتوريا يكمل. لا حسام حسن طبعا. حسام حسن طبعا اختلاف مش من ده. لا عادي طبعا كل واحد نظره. ايوه لا بس انا وجهه نظري ايه كله خد فرصته ولا حسام حسن وجهه نظري في ايه ان هو برضو معلش في وارد ان انت مثلا زي ما قلنا كده في ان في مدير فني منتخبات في لا المدير الفني بتاع او مثلا فيتوريا كان نوعيته ان هو الماتشات البعيده بيعرف يجمع فيها اللعيبه ويعرف يتعامل اللعيبه ويعرف يحفظ لعيبته ويعرف زي ما احنا كلنا بنشوفه قبل بطوله افريقيا. لكن في البطولات المجمعه لا. ليه؟ لان حتى عنده في الاول في البدايه خالص عنده سوء اختيار في السكواد بتاعه. لكن هو بيلعب الماتشات اللي هي المفتوحه بعيده عن بعضها بيعرف يختار لان هو كده 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 محافظ على ايه على القوام الاساسي بتاع المنتخب. فلو زاد عليه 2 او 3 هو كده كده مش هيلعبه. لا وفي نقطه مهمه انا واخدهم بقى حاجه تانية.